السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في عائلة العطاء. وياكم الدكتور مصطفى الهاشمي، طبيب أسنان. راح أكون مسؤول عن تقديم محاضرات البيدياتريك دنتستري بيدو طب أسنان الأطفال للمرحلة الخامسة. إن شاء الله راح تكون سنة حلوة وخفيفة وتفتهمون المحاضرات من عندي. طبعا طريقة بإلقاء المحاضرات هي مو الطريقة طريقة السرد العلمية وأحفظ نقاط واحد اثنين ثلاثة، لا، نحكيهم كسوالف نقاش مواقف، فأنتوا تحفظوهم من عندي، تطلعون على المحاضرة وبالامتحان تجاوبون بسهولة، بس تاخذوها كقصة كفكرة كشيء أنتوا تحبوا تردون تتعلموه، مو محاضرة وتقروها واحد اثنين ثلاثة. شلون أنت اليوم تسأل شخص شلون أسوي فلان شيء، راح يحكي لك سوي واحد اثنين ثلاثة، راح تحفظها ببالك كنقاط، يعني كسالوف ونقدر نقول. فإذا تخلون بالكم وياي وتقرون المادة وتفهموها بهذه الطريقة، راح يصير عليكم البيدو كلش سهلة إن شاء الله. اليوم راح نشرح المحاضرة الأولى اللي هي examination of the mouth lecture 1 بمادة البيدياتريك دنتستري. زين، examination نجي أول شيء، يعني شنو الإكزام، شنو هو معنى examination؟ examination يعني هو اختبار. يجينا الطفل للعيادة، أنا اليوم طبيب أسنان، جاني طفل للعيادة، شلون أتعامل وياه؟ راح أتعامل وياه مباشرة، هاش عندك أسئلة، أريد هذا قلع، أريد حشوة أشتغله، لا، مو هيك الحكي، الحكي يختلف هنا، أنا يختلف كبيدو، وهو أساساً هذه الطريقة ما مقبولة بصورة عامة بطب الأسنان وبالطب أيضاً كله بصورة عامة. عندنا عدة مراحل لحد ما نوصل للعلاج، كون نتخطى هذه المراحل الأربعة لحد ما نوصل اللي هي التريتمنت، اللي هو نشتغل للعلاج. زين، هل هذا الشيء البيدو فقط؟ لا، قلنا لكل مجالات الطب، ولكن البيدو يحتاج عناية خاصة خصوصا وطب الأسنان. ليش؟ بسبب أنه طفل، يعني طفل عقليته مو مثل عقلية الإنسان البالغ، فالطفل يحتاج عناية خاصة، ممكن موقف واحد يأثر على نفسيته سلبا، يخاف من طبيب الأسنان، يخاف يعني يتذكر هذا الموقف، ينطبع بباله، فكون أشتغل بعناية ودقة تامة. زين، بعد شنو؟ أكو الطفل يكون بمرحلة نمو، نمو بالأسنان، نمو بالفكين، اللي هي مرحلة نسميها الميكس دنتيشن، اللي هي بين الأسنان اللبنية والأسنان الدائمية. هذه المرحلة أكون حذر جدا بالخطة العلاج مالتي وبالفحص مالتي، حتى ما يصير ميس دايجنوسيس أو خطأ بالفحص، بحيث مثلا أجي أقلع سن الاي، اقول هاي اي او دي، اقلعها وتطلع ابر 6 او لور 6، وهذا سن دائمي، فاقلع سن دائمي بدل ما اقلع السن اللبني، وهذه طامه كبرى وفادحه بالعمل، خصوصا انه هو طفل وقلعت له رحايا مهمه يستخدمها بالاكل. فلذلك اكو اربع مراحل نمر بيهن قبل ان نبلش بالتريتمنت. هذه الأربع مراحل راح نسولف في هذه المحاضرة، وكذلك نكملها بالمحاضرات القادمة، أكيد ما راح نلحق نكملها بمحاضرة واحدة. زين، هسه يقولون راح أقول لكم أنه أكو أربع نقاط مهمة، اللي هي evaluation, examination, diagnosis و treatment planning. شنو معنى ذن المصطلحات الأربعة؟ evaluation أول شيء هو تقييم، أقيم حالة المريض. examination اللي هو اختبارات، والدايجنوسيس اللي هو الفحص، انه خلص اشخص، التشخيص اقصد، عفوا، دايجنوسيس الاكزامينيشن هو الفحص، دايجنوسيس التشخيص، والتريتمنت بلانينج خطه العلاج، راح اشتغل كذا كذا كذا، وبعدين يجي هو التريتمنت نبلش به. تمام، ذن الاربع نقاط خلوهن اساسيات ببالكم قبل ان نبلش بالتريتمنت. احنا شغلنا هسه راح نسولف عليه اغلب شيء كلينيكال اكزامينيشن بالنسبة لهذه المحاضرة، وكذلك تكملت المحاضرة القادمة، فراح نسولف البقية على السريع evaluation, diagnosis, treatment planning، ونتفرغ للexamination لأن هو الأهم بيهن، الأهم فالمهم. فإحنا شو راح نسوي؟ نشرح المهمات على السريع، والأهم نفرغ له المساحة الأكثر. هسه نجي نتسولف عن evaluation. هنا يقول a good diagnosis should evaluate all aspects of child appearance. إذا شنو مظهر الطفل؟ بعد شنو behavior، سلوك الطفل، before arriving any conclusion concern his oral condition. شنو معنى هذا الكلام؟ يطب الطفل عندي للعيادة، أريد أفحصه، أشوف حالته
مظهره سلوكه. شنو سلوكه؟ اكو طفل يطب يطفر، اكو طفل يطب يصيح، اكو طفل يطب ساكت خايف. ذني كل هالامور اخليهن ببالي. شلون يعني؟ اشوف سلوكه، شلون راح يتعامل، شلون راح يحكي، شلون راح يسولف، اسئله شو اسمك حبيبي، ابني ايش قد عمرك، اسوي كل هالامور، اشوف سلوكه تصرفاته قبل ان اصعده على الكرسي ويلا افتح حلقك وهالامور كلها. هذا اللي هو ايفالويشن، تقييم، اقيم حاله هذا المريض الجايني. لان احنا نعرف مرض التوحد منتشر بشكل كبير، وايد من الاطفال يجون عندهم توحد. اكو ما عنده توحد بس هو يخاف قلق، ممكن اهله يضربوه، ممكن عنده مشاكل بالمدرسه، فاذا عنده مشاكل نفسيه. غير المشاكل النفسيه مشاكل جسديه، هواي اطفال عندهم امراض، يصير عنده اغماء، امراض بالدم، امراض اطفال ما يخلون من الامراض. فما اتعامل وياه تعال مباشره جيب الابره واقلع وحشي، لا، نتعامل وياه كحاله مرضيه نقيمها قبل لا نفحص. فاذا الجود دايجنوستس يقول انه التشخيص الجيد لازم يسبقه شنو؟ يسبقه تقييم جيد اللي هو على المظهر اولا والسلوك. زين هسه نجي للنقطة اللي بعدها اللي شرحتها لكم، ان هن الاساسيات الاربعة. قيمت حالة المريض، حالة الطفل المريض اللي جاي يعالج اسنانه، بعدين اجي ادخل المرحلة اللي بعدها اللي هي شنو؟ examination و diagnosis. هسه هنا يقول انه بصعوبة اقدر احصل على يعني حسابات دقيقة عن الطفل. يعني مثلا شنو؟ انه محشي سنة قبل لولا، قالع سن قبل لولا، واقع على أسنانك لولا، تأكل حلويات لولا. ذني الأسئلة من راح أسألهن، أو أريد أعرف صحة لثته وصحة أسنانه وش قد عمره وشونه بالدراسة وهالأمور كلها وش قد أخوان عنده وهالحاجة كله، راح أقدر أعرفه بصورة دقيقة؟ لا، من الصعوبة أن أعرفه بصورة دقيقة. إحنا قلنا هذه الأسئلة مهمة بالنسبة لخطة العلاج، أعرف كل شيء عن الطفل. زين هل اقدر احصلهن بصوره دقيقه؟ لا، ما راح اقدر احصل بصوره دقيقه. ليش؟ اولا بسبب الطفل نفسه، ثانيا بسبب الابوين مال الطفل، اهله راح يجون وياه. غالبا اجي اسال الطفل، الطفل يستحي يجاوب، فراح يجاوب ابوه مثلا، انا اساله احكي احكي ما يحكي، فتلقائيا راح اسال ابوه او اسال امه، اسال المرافق اللي وياه ابوه او امه واي شخص ثاني، ممكن ما راح يعطيني المعلومة الصحيحة. ليش؟ ممكن أولا الأبو أو الأم يستحي يخجل أو يعطيني رأيه الشخصي، رأيه اللي يتوقعه، أو يعني عدة أمور أخرى مثلا تخلي الأبو ما يذكر لي المعلومة الصحيحة. مثلا أسأل أشوف أسنان ابنها تعبانة، أسأل له ابنك يأكل حلويات؟ لا والله ما يأكل حلويات. تقول ابنها بالمدرسة يأكل كومة حلويات وهي ما تدري، يأكل من وراها أو يأكل بس هي ما تريد تقول قدام الطبيب حتى ما نظهر بصورة، حتى ما تظهر بصورة ضعيفة. إذن أكو عدة عوامل تخلي أنه الصورة ما توصل لي بالشكل الصحيح. وممكن بسبب الطفل نفسه، أنه هو الطفل من يسأل السؤال عن حالته أهم ما يعطينا المعلومة الصحيحة. ليش؟ لأن هو بالعيادة ممكن خايف، ممكن مرتبك، ما أخذ راحته مثل ما يأخذ راحته بالبيت أو بالمدرسة، أو يعني خاف يستحي، فما راح توصل لنا الصورة الصحيحة. فنخلي بالنا أنه مو كل الحكي اللي راح نسمعه من الطفل نفسه أو من أهله هو يكون الحكي الدقيق والصحيح. لازم نحاول إحنا بنفسنا نكتشف حالة المريض كاملة. زين هسه شنو بعد عندنا؟ سولفنا على الإيفالويشن، هسه راح احكي لكم على النقطه الرابعه اللي هي تريتمنت بلانك، حتى نتفرغ الاكزامينيشن والدايجنوستس. لان الاكزامينيشن والدايجنوستس راح ياخذن وقت من عندنا، شلون نفحص وشلون نشخص. بس بصوره عامه احنا نعرف انه اكو شيء اسمه فحص وتشخيص. من اسئلك انت شلون تتعامل يوم مريضك، راح تقول لي افحصه واشخصه، هذا مو نعرفه. اليوم ضفت لكم نقطتين اللي هي الايفالويشن حطيناها اول وحده، تقييم الحاله من النظره اباوع لسلوكه طباعه، نمر بالفحص والتشخيص، سنعزلهن. نجي لآخر واحدة اللي هي تريتمنت بلانينج. شنو تريتمنت بلانينج؟ تريتمنت بلانينج اللي هي خطة العلاج. يعني شنو خطة العلاج؟ قبل كل شيء يكون أعرف أنه خطة العلاج اللي راح نطيها للطفل للمريض ترتبط ارتباط كبير بطبيعة أهله والعوامل الوراثية الموجودة. مثلاً يعني مو بس عوامل وراثية، عوامل وراثية زائد بيئية بالنسبة لأهله. أكو أهل عندهم يعني أو أكو عوائل عندهم وراثة معينة بالنسبة لأمراض الدم، بالنسبة للأسنان كذلك معدل تسوس عالي،
يعني فاخذ فد نظره بسيطه عن طبيعه اهله او اسنان اهله، اسالهم تتراجعون طبيب اسنان هوايه، عندكم تسوسات هوايه، اشوف ثقافتهم يعني علاقه طب الاسنان، يعني هاملين اسنانهم، يفرشون، طبيعه اكلهم شنو، هذا كله اخذ نظره عليه لانه متعلق بالطفل. اذا شفت الاهل مثقفين وعندهم مثلا يهتمون بالاكل الصحي، يهتمون بعلاج وتفريش الاسنان، فراح اخذ نظره معينه. اما اذا شفت الاهل ثقافتهم يعني جدا بعيده عن العنايه بالاسنان، راح اخذ خطه اخرى. عرفت شنو؟ يعني مثلا شخص تجي تقول له انت تعرف شلون تفرج اسنانك، او تعرف يقول لك اي دكتور انا استخدم مثلا معجون الفلاني، استخدم فرشة، بعد ما تتعب وتشرح عرفت انه هو يفتهم. اما من تقول له تفرج قال لك ها لا والله، فتحتاج تعلمه انه يفرج، وتعلمه شلون يفرج، وتعلمه يا معجون ويا فرشة يستخدم. فهذا كله يأثر بخطة العلاج كعوامل بيئية وعوامل وراثية، مثل ما قلت لك انه اكو ناس عندهم المعدل التسوس كلش قوي، يعني يعتني بأسنانه ويفرج بس مع ذلك يتسوس، وهذا ممكن يكون ينتقل للأبناء وراثيا. زين، هسه شو نقول الادفانتجز اوف تريتمنت بلانينج، انا راح اسوي خطه علاج، شنو ايجابيات خطه العلاج هذه؟ انا اقول لك شنو ايجابيات خطه العلاج. مثل ما انت اليوم عندك مجموعه اعمال تريد تسويهن، تجي تجيب مفكرة، شايفين مفكرات، هواي ناس تستخدم مفكرات، أنا راح أقعد أسوي هيجي 1 2 3 4 5، أسجل النقاط حتى ما تنسى، اليوم أتصل على فلان، اليوم أدز مسج الفلان، اليوم أروح أشتري فلان شغلة، اليوم كذا كذا، بعدين تجي تشوف أنه أنت من تريد تشتري فلان شي وفلان شي وفلان شي، تحتاج شنو؟ تحتاج فلوس، إذا مش قد أخذ فلوس وياي، أتصل على فلان عندي رصيد لو لا. فإذا هذه الخطة اللي أسويها الجدول اليوم بالمفكرة نفسه نسويه بالتريتمنت بلان. شلون يعني؟ يعني أنا اليوم جاني طفل جابوا أهله قالوا لي يابا هذا سوي له أسنانه تعبانة، أباوع عنده 6 مثلا، طالع عند الميكس دنتيشن يعني مرحلة الأسنان اللبنية والدائمية، سويه عنده 6 وعنده دي أو إي، عنده سن واقع، عنده سن مضروب عليه مكسور، عنده سن يحتاج قلع، عنده سنين 3 يحتاج الحشوات، لثة ما تتعبانة يحتاج تنظيف، يحتاج توصيات بالنسبة للتفريج والتنظيف وطبيعة الأكل. زين، كم جلسة يحتاج؟ إيش قد راح يكلف؟ ذني كلهن أخليهن ببالي وأسجلهن. فمن راح أخلي خطة العلاج؟ أولاً راح يوفر لي وقت ما أعيد الفحص كل مرة. يعني اليوم أنا جيت قلت له أنه أنت راح نقلع لك اليوم الرايت سايد، الجهة اليمنى، السن الخامس أو السن اللبني الإي دي، وتجيني الأسبوع الجاي أخلع لك مال الليفت سايد، الجهة اليسرى. خلص سجلتها بالتريتمنت بلان. من يجيني بعد اسبوع ما اقدر اقول له ها والله منو انت وتعال فحصك من جديد، ناخذ وقت ومجهود. بينما راسا اقول له شنو اسمك، ادق بالحاسبه او اطلع السجل مالتي، القى اسمه فلان ابن فلان، اشوف شنو التريتمنت بلان اللي انا مسويها واشتغل عليها. ذاك اسبوع اقلعت رايت، هسه هذا اسبوع اقلع اللفت. فاذا وفر لي وقت ومجهود اعاده الفحص. بعد شنو؟ وفر لي اللي هي السهوله، الراحه بالعمل، انه ما انسى واخبط هالسوالف. بعد شنو؟ احدد المبلغ تكلفه العلاج ايش قد، وابلغ اهله يابا ترى علاج ابنكم مثلا راح يكلف كذا مبلغ، حتى يكون بالحسبان انه اهله الاهل يعرفون ايش قد راح يدفعون لابنهم. الاهل بعد يعرفون انه شنو راح يصير لابنهم، حشوات، قلع، انه راح يسوي فلان شو فلان شي، ويوقعون ويوافقون عليه حتى شنو يكونون على بينه واتجنب المشاكل. فاذا وفرنا وقت، وفرنا راحه، وفرنا مجهود، حددنا يعني جهزنا كل شيء. توفير الادوات ايضا ممكن، يعني ممكن انا اليوم اريد اشتغل لتنظيف لثه ليزر او كذا، كون اخلي ببالي اجهز الليزر للجلسه القادمه، فاذا اجهز الادوات. ممكن اكو امر معين انا ما متوفر بعيادتي يسويه غير دكتور ويرجع لي. فإذا تجهيز خطة العمل أو خطة العلاج جدا مهم. هذه مرحلة طبعا قلنا بعد الدايجنوسيس. فإذا خطة العلاج أسجلها بكيس شيت، أسجلها بورقة، بدفتر، جدا مهمة. هسا أنا سويت تريتمنت بلان ووصلت لمرحلة التريتمنت، أجي مرات أسوي تغيير أو تعديل بالتريتمنت بلان مالتي. ليش؟ هسا احنا مو قلنا التريتمنت بلان اللي سويناها هو عباره عن تسهيل للقضيه، ليش اجي اعدل عليها؟ ممكن عوامل تجبرني انا اعدل عليها. اول نقطه اللي هي الكوبريشن مال البيشنت، يعني البيشنت طلع ما متعاون، تعاون البيشنت شفته ما يناسب التريتمنت بلان سويناه. انا خططت يابا راح اقلع لك هذا وهذا،
السيل تمام. اجينا جلسه القلع شفنا البيشنت ما جاي يتقبل القلع، البيشنت ما جاي يتقبل الانستيزا، البيشنت كوما مشاكل تمنعني انه اقلع اليوم، فراح اقول له راح اشيلك هاي جلسه ونقلع الجلسه الثانيه مثلا. هذه نقطه غيرنا من خلالها تريتمنت بلان او خطه العلاج خطه العمل بسبب تعاون البيشنت نفسه. بعد ممكن صحة البيشنت، الأورال هايجين، الهيلثي أور نوت مال البيشنت، أنه أنا فحصته صح مثلاً الجلسة الأولى، بس أجي هاي الجلسة أشوف اللثة ما أنت جاي تنزف، أشوف الأورال هايجين باد، ما أقدر أشتغل بهذه المرحلة. البيشنت مثلاً طلعت عنده شغلات ثانية ما تعرفت عليها بالجلسة الأولى، مثل الجاج ريفلكس تلعب نفسه، ما يتقبل الربر دام، ما يتقبل عدة أمور، فتخليني أغير بخطة العلاج مالتي. بعد شنو؟ انه التوث مثلا، هذا التوث انا فحصته قلت له انه هذا تحتاج حشوه، جيت هذا الجلسه شفت التوث موبايل موفمنت بيتحرك، يتحرك او بيكراك بي يعني فطر، هذا الكراك او الفطر او الموبالتي ما تفيدني اسوي له حشوه، فاقول لهم لا والله هذا السن راح نقلع رغم اني قلت لكم حشوه بس راح نضطر نقلعه. فاذا ممكن يصير تغيير بسيط بالتريتمنت بلان اذا اكتشفنا شغلات جديده من يجيني بجلسه التريتمنت. هسه احنا شنو خلصنا تريتمنت بلان، سولفناكم ايفالويشن، ايفالويشن اول وحده، تريتمنت بلان اخر وحده، هسه راح نسولف اللي بالنص اللي هنا قبل ان نكتب التريتمنت بلان اللي هو شنو الاكزامينيشن والدايجنوسيس. قلت لكم انه من اخذ من اسوي اكزامينيشن وقبل ان اعطي الدايجنوسيس قلنا اكو عوامل تتعلق بالاهل نفسهم، سواء عوامل بيئيه او عوامل شنو عوامل وراثية ممكن من الأهل للمريض. هذه أخذناها على مستوى الأورالي يعني انترا أورالي على مستوى الفم. أكو عوامل أخرى أكون أدرسها بالنسبة للبيشنت نفسه وبالنسبة لأهله، مو تعلقها بالأورالي، تعلقها بالصحة العامة مالتهم. يعني مثلا شنو؟ أنه العائلة عندهم يعني سابقة أمراض الدم، أمراض بالقلب، أمراض وراثية، السكر من الأمراض المنتشرة. فأنا هم أحاول أجمع هذه المعلومات قبل أن أعطي الدايجنوسيس الصحيح أثناء الإكزامينيشن. أسأل الأهل، أنتوا عندكم سكر؟ أنتوا عندكم ضغط؟ عندكم مشاكل بالدم؟ هواي أطفال عندهم ثلاسيميا، تكسر بالدم، عندهم فقر دم، أنيميا. فذني أخليهم بالحسبان، اسال انه الطفل بيشي لو لا، قالوا لي ما بي، اسالهم انتم الاهل هم عندكم هيك شيء؟ بصوره عامه اخذ فكره عن الحاله الصحيه والحاله البيئيه للطفل، الطفل نفسه. اضافه انه من الطفل هم اعرف هسه بغض النظر عن اهله، هو الطفل اخذ فكره عن الامراض او عن الحالات الموجوده به. فاذا ممكن انه أثناء ما جاي أشتغل عود أكتشف أنه هذا الطفل مريض، أنه أكتشف. هسه راح أذكر لكم مثال عرضي ما له علاقة بالبيدو بس بصورة عامة. ذاك اليوم شلنا نقلع الكيس، أجت بنية قلعنا لها كملنا، سألناها أول شيء صحتك العامة كذا، قالت كلها تمام. من كملنا طلعناها يعني كملنا الأكستراكشن، قلعنا سن العقل جان، طلعناها التريتمنت مالتها، فقالت هذا الدواء يأثر على الحمل. زين، هو احنا مشكلتنا الدواء يأثر على الحمل لو الاكس راي اللي اخذناها تأثر على الحمل لو لا، لو هو اصلا القلع بالاشهر الاولى بالحمل صح لو لا، هذه كلها كون نعرفها بالبداية. هي ما قالت انا حامل، واحنا سألناها عندك يعني مشكلة صحية، هذه ما ذكرها، ما توقعت انه الحمل ممكن يكون مانع من موانع قلع الاسنان. فش وقت اكتشفنا انه هي حامل؟ بعد ما كملت القلع، بعد ما كملنا قلع. فهذه سولوا احنا الاطفال، جاي نحكي عن البيدو ما جاي نحكي عن البالغين، ولكن اكو ممكن احنا اثناء العمل او ورا ما نكمل عمل يطلع والله ابني انا بتوحد، والله انا ابني بانيميا، والله انا ابني. هذا ما يصير، هذا يخرب خطة العمل كلها ويخرب العمل كله. تاليها ممكن بعدها طبيب الاسنان يوقع بيها ويتحمل المسؤولية، ويجون اهله يشتكون او العشائر عندنا ما شاء الله يقول يابا شنو انت هيك سويت لابني. فكون طبيب الاسنان يحاول يتجنب هاي الامور كلها ويتفاداها، ويحسب حساب لكل شيء بمرحله الدايجنوستس ومرحله الاكزامينيشن والايفالويشن والتريتمنت بلاننج، يضبطهن يا الله يبلش بالعمل. ياخذ وقت، خلي ياخذ وقت، احنا جاي نتعامل ويا بشر، ما جاي نتعامل ويا الات، فلازم نراعي الامور الانسانيه الامور الاجتماعيه كلها، ونخلي نفسنا بالسليم، ونهتم بحياه البيشنت، ونهتم ايضا بنفسنا وانه يكون شغلنا مضبوط وما بي مضره لا لنا ولا للبيشنت نفسه. هسه نجي نحكي على الكلينيكال اكزامينيشن. الكلينيكال اكزامينيشن خلاص سويت ايفالويشن، قعدت على الشير، اجي افحصه،
قبل أن أعطي الدايجنوسيس. تمام؟ الكلينيكال اكزامينيشن راح يتكون من شنو؟ إضافة أنه الاكزامينيشن ماتي على الشيء اللي جاي يشتكي منه، شنو الاكزامينيشنز الأخرى اللي أحتاج أسويهن؟ جنرال جروث أند هيلث، نمو الطفل. أول شيء أسأله إيش قد عمرك؟ هواية هواية يجينا شكله ناعم هالكبرى، إيش قد عمرك؟ والله 18 17. فإذن أشوف الجروث مالته النمو، أو بالعكس هو أشوفه طويل ما شاء الله، وإيش قد عمرك؟ 11 سنة 10 سنين. فإذن أسأله إيش قد عمرك؟ جنرال جروث أند هيلث، النمو العام مالته، أشوف أصابعه، أشوف جسمه، والصحة العامة مالته أكيد ذكرناها أكثر من مرة، عندك أمراض، أكلك شلونه، عندك سكر، عندك ضغط، أشوف يعني نقول له هم يصير عندك دوخة، يصير عندك ألم، العفو يعني التواليت شقد تدخل خلال اليوم، هذه كلها أمور تحدد لي أنه هذا المريض عنده أمراض أو لا. نعرف نتعرف على صحته العامة. بعد شنو؟ chief complaint، شنو السبب اللي خلاه يجيني؟ أسئلة، شنو ممكن يكون pain، ممكن يكون swelling. طبعا احنا نعرف البين، ممكن أقول له شنو يواجعك، يقول لي والله فك هذا السني بالفوق بالفك العلوي، يطلع السبب من السفلي، شنو السبب؟ انه السفلي بيتسوس او صاير بي اي مشكله، جاي يضرب على العلوي بالاوكلوجن بالطبقه، شنو يبين انه عباله هو من الابر بينما هو الواقع شنو من الفك الاسفل من اللور. فاذا اسئله شنو الشيف كومبلين، ليش جاي، اتعرف على السبب اللي خلاه يجيني، ورم، الم، ايا كان. بعد شنو اللي افحصه بالاكزامينيشن، هذا الانترا اورالي كملته اللي هو السبب اللي خلاه يجي، الاكسترا اورالي اشوف التي ام جي، اشوف العضلات مالته، هم راح نسولفهم بالمرحله الجايه. الاوكلوجن مالته هم اشيكه، الطبقه مالته، واشوف الكراك، التوثات بها كراك لولا، الفطر اذا كان الاسنان بها فطر مثل ما قلنا ممكن ما تفيد الحشوات لازم ينقلعا. أشيك التسوسات مالته، عنده تسوسات هواي لولا، وأشيك سلوكه، أشوفه يتقبل الحشوات، يقدر يفتح حلقة زايد لولا، هذا كله أشيكه بالإكزامينيشن وأكتبه نظم الخطة العلاج. مثلا أشوفه أكوبيشن، بس تخلي أداة بحلقة تلعب نفسه، أحط ببالي ترى هذا تلعب نفسه، هذا راح يتعبني، فأشيك هذا الشيء خلال الإكزامينيشن، بحيث من أكمل الإكزامينيشن تكون عندي صورة كاملة عن طبيعة البيشنت وسلوكه وكل شيء عنده. شنو نحتاج غير الكلينيكال اكزامينيشن؟ قعدنا على الكرسي سولفنا وياه، عرفنا طبيعته، عرفنا طبيعة اهله، انترا اورالي، اكسترا اورالي، العضلات، كل شيء. ناخذ راديوغراف، الاشعة كلش مهمة، فوتوغرافي ناخذ صورة، الاشعة هسه نرجع للفوتوغرافي، اكو مثلا هذا السن نحتار به، هذا اي دي يعني اسنان لبنية لو 6 نحتار بها، ناخذ له اشعه راح نبين من خلال تبين من خلال الروتات انه هذا السن لبني او دائمي. الاشعه البانوراما تبين لي انه الاسنان الجاي تطلع، الاسنان اللي بعدها عنده مشاكل اي شيء. فاذا الاشعه جدا مهمه بتحدد لنا التريتمنت بلان مالتنا. فوتوغرافي اخذ صوره للاسنان، اراجع الصوره على كيفي قبل لا اشتغل، اشوف او خلال فتره العمل تطور العمل، اخذ صوره للشغل مالتي، شوف السيمتري مال الوجه مال البيشنت. فاذا فوتوغرافي كلش مهم بمجال طب الاسنان مو بس بالبيدو. بعد عندنا كوم امور مثل البلب تيست، مثل اللابرتري تيست، انا والله شكيت عنده فلان مرض معين، شفت عنده اعراض وجهه اصفر، ازاي يسوي تحاليل. البلب تيست اشوف هذا السن واصل للجذر او لا. فاذا كوم امور هنا من ضمن الاكزامينيشن. هسه احنا يا مرحله وصلنا اكزامينيشن قبل ان يكون الدايجنوسيس. الدايجنوسيس هو خلاص تشخيص، هذا يحتاج يعني الاكزامينيشن الدايجنوسيس انه نقول هذا اكستراكشن، هذا اندو، هذا كذا، بينما الاكزامينيشن هو الاختبار، هو الفحص اللي جاي نسوي. فاي تيست نحتاجه خلال الاكزامينيشن نسوي، لا نتردد، اشعه، صور، تحليل، بايوبسي، مسحه، اي شيء كله نسوي. زين هسه يقول الكومبوننتس اوف اورال اكزامينيشن اند دايجنوسيس، انه ايش نحتاج مكونات المكونات الاكزامينيشن مالتنا. طبعا هو اغلب الحكي متكرر ويروح ويرجع لنفس النقطه،
المهم هسه احنا قلنا شنو نحكي وياه نسولف وياه نقعده اكسترا اورالي انترا اورالي شكل الوجه الصحه العامه كلها بسولفنا. بس هسه هنا يقول شنو المكونات مكونات مال اكزامينيشن مالتنا. اول وحده الهيستوري، من اجي اشوف الهيستوري مالته، يستخدم ادويه، زارع قالع اسنان قبل، محشي اسنان قبل، عنده امراض سابقه، هذا الهيستوري كلش مهم. اضافه للجيف كومبلين الفايتاليتي مثل ما قلنا، هذا السن فايتال لو نون فايتال، السبب اللي خلاه يجي، الفاميلي هيستوري كلهن ذكرناه عندني، ماكو داعي للاعاده والتكرار. بعد شنو نحتاج؟ ممكن نحتاج سبيشال اكزامينيشن اللي هن سولفناها، اللي هن ممكن اشعه الاو بي جي، واخير شيء نسوي فاينل دايجنوستس وتريتمنت بلان. هسه نختم هذه المحاضره بشنو؟ بكم شغله اقول لكم عليهن اللي هن الجنرال اكزامينيشن. انا من جهه اسوي اكزامينيشن، مو قلت لكم انه اكزامينيشن عندي انترا اورالي اكسترا اورالي بيهيفير سلوك، هاي الامور كلها مو ذكرناها. هسه نجي يعني نحاول نتعمق بوحده وحده. ليش نتعمق؟ لان كلهن مهمات، كلهن راح يمرن عليكم، فسيجوز تشوفون انه انا لحيت بهن وعدتهن، بس هن كلهن مهمات. انا ايش قد يعني انا هسه شخصيا كطبيب اسنان ايام العيادات وبدايه الاقامه الدوريه عندي، انه محافظ امور معينه، مثلا يقولوا لي الاشعه كنت تقراها، الاشعه اي جيت قرات الاشعه اشتغلت، شفت عندي امور ما دققت بها بالاشعه. فاذا هذه الامور اللي تخيلوها بسيطه هي كلش مهمه بالعمل وخطه العمل، راح نواجه مشاكل بها اذا ما دققنا بها. فهسه بهذه المحاضره حتى ما نطول عليكم راح اسولف لكم بس على الجنرال اكزامينيشن، عددناها بصوره عامه، راح احكي بس الجنرال اكزامينيشن، وان شاء الله بالمحاضرات الجايه اكمل لكم باقي الامور المتعلقه بالاكزامينيشن والدايجنوس. شنو الجنرال اكزامينيشن اللي اخذهن للبيشنت؟ اللي اشوف قعدت على الكرسي، اول نقطه اشوف الهيد النيك فيس هير اند هاند، اذن كلنا بنقطه واحده. النقطه الثانيه اللي هي تي ام جي، والنقطه الثالثه الليمف نود، والنقطه الرابعه الشن والليب والتنك. نجي اول شيء الهيد والنيك والفيس والهير مال والهاند مال البيشنت. اجى البيشنت، شنو علاقه الهيد بالفيس بالهير؟ ليش جمعناها نسويها؟ اكو امور معينه بالخبره يعرفها الطبيب، مفروض يعرفها، انا صح طبيب اسنان ولكن انا دارس هواي امور طبيه خلال مراحل الدراسيه وكون اعرف هاي الامور. طبيعه وجه المريض، وجه المريض شفته انه هذا شاحب، عضلات ما عنده، هذا العظم عنده بارز، كوما شغلات عن طريق الخبرة تدلني انه هذا المريض عنده شنو، عنده مرض معين او شككني على الاقل بالمرض المعين. وجهه احمر زايد، وجهه اصفر زايد، وجهه ذبلان، هذا هاي الجهة مو مثل هاي الجهة، هذه من خلال الفيس راح اشك انه هذا عنده مرض معين، فاسوي له تيستات البقية. ما راح اقدر اذكر لكم كل الامراض او كل الحالات، ولا اني ملم وخبير بكل الامراض، ولكن على الاقل انه شكيت بمرض فاتانى واسال اعرف شنو هذا المرض. تمام وياي؟ زين ايدين البيشنت شنو؟ ايدين البيشنت اكون اصابع يكون طوال، مثلا عنده اكروميغالي تضخم بالاطراف، الاطراف اشوف اصابع زرقاء، هذا راح اعرف انه عنده مشاكل ممكن بالدم بالقلب مالته. بعد شنو اشوف؟ مثلا منطقه الاظفر يعني ناعمه كلش او تلمع بيضة، هذا شنو معناها؟ معناه انه الطفل اللي يمص اصبعه، اذا من يمص اصبعه ممكن يكون عنده هنا اوبن بايت، ممكن عنده مشاكل بالاوكلوجن، راسا اروح افحص، واحتمال حتى يحتاج تقويم او يحتاج شغلات تمنع منه هذا العاده. فاذا اباوع الشعره، اشوف شعره ثخين شعره خفيف، راح يدلي على امراض معينه. رقبته، هسه رقبته ممكن نربطها بموضوع الليف نود السلايدات القادمه. فاذا شعره وجهه راسه ايديه، اشوف اي شيء غريب بيهن، ما لقيت غريب بيهن الحراره البروده، كل هذه تدل على امراض. شفت سليم ما بي شيء، ننتقل للنقطه اللي بعدها التي ام جي. التي ام جي نعرفه اللي هو تبور ماندبلر جوينت، هذا الجوينت اللي هنا يفصل الماندبل عن العظام مال الراس. اشيك شلون اشيك الماندبل او الادله انه عندي مشاكل بالماندبل حتى ندزه جماعه الميديسن ممكن يعالجوه ما دام بعد بعمر صغير. الصوت نقول له افتح وسد، اللزمه من هنا يفتح الماندبل، يفتح فتحه كبيره ونقول له سد، افتح وسد، نكمش المنطقه هذه اليم الاذان عضله
التمبراليس والماسيتر. فاذا سمعنا طقطقه نعرف انه التي ام جي بي مشكله. اذا تالم صاح اخ معناها شنو؟ انه عنده مشكله بالتي ام جي. نقول له افتح فتره طويله نشوفه يقدر يفتح فتحه كبيره لو لا. فاذا الصوت والالم راح يكون وعاقة الحركة انه ما يقدر يفتح فتحة كبيرة، هذا يدلي على انه عنده تي ام جي ديسوردر. فاذا اخليها ببالي انه هذا البيشنت ممكن مدام عنده تي ام جي ديسوردر انه ما راح اقدر اشتغل بروسيجر طويلة. فمثلا اقول له يروح احوله اسوي له ريفير الى طبيب ميديسن اورال ميديسن يعالج تي ام جي قبل ان نعالج باقي الامور. الليمف نود اللي هي متعلقة بالنك، عندنا الليمف نود هذه ممكن تلتهب ممكن تتضخم مثل ما نعرف، فنشيكها عن طريق هذه المناطق تكون تحفظون الاناتومي مال الليمف نود، يعني ما يسع للوقت انا اذكرها. تتلمسون بالبالبيشن مناطق الرقبه اللوزتين يشوفون اكو الليمف نود متضخمه لو لا، ايضا هذه راح تاثر على التريتمنت بلان ماتي. واخر شيء نشوف الشن والليب والتانك مالته، اهم واحد بين هو التانك. بنشوف حجم التانك، حجم التانك كحاله مرضيه او كحاله يعني تفيدني بالتريتمنت بلان. كحالة مرضية أنا أشوف التانج مالته حجمه طبيعي لولا بي ألسريشن لولا، حتى رأساً ممكن أسوي له ريفيرال. وممكن حجم التانج أنه يعيقني بالعمل لسان كبير، فأحسب حسابي أنه هذا البيشنت راح يجيني الجلسة الجاية اللسان مالته كبير ما راح يخليني أشتغل عدل، فأجهز الميرر الفلانية، أجهز الأسيستنت مالتي بتكمش بهذه الطريقة، الربر دام لازم أستخدمه بهذه الحالات. فانه يفيدني بالتريتمنت بلانك، ويفيدني مثل ما قلنا اتعرف على الامراض ممكن تكون بلسانه، ممكن الكليفت عندي كليفت ليب او كليفت باليت ذني وطفل واصل العمر 10 سنين واهله ما معالجينهن، واكو هجي حالات افحص الباليت افحص التانك باليت العظم الداخلي طبعا تعرفوه مال الابر جو، الشن مالته، هذه العضلات هذه العظام كلها اتاكد من عندها، الشفه مالته اشوف بها تشققات لو لا، لان ارجع واقول لكم اني طبيب قبل ان اكون طبيب اسنان. فجاء اسوي هالامور كلهن على مود شنو؟ على مود يسهل العمل علي وما اخطا اثناء العمل، هذه نقطه. والنقطه الاهم الصحه العامه، نصحى يعني صح اني طبيب اسنان بس اقول له يابا شفتك مثلا بيها فلان مشكله، لسانك بيها فلان مشكله، تشيك ضغطك تشيك الدم مالتك، هذه امور كلها كنا اخليها بالحسبان لصالح المريض نفسه ولصالحي انا ايضا حتى يكون شغلي مضبوط وما اخطا خلال جلسات العلاج. ان شاء الله تكون محاضره سهله وخفيفه عليكم، ما دختوا ما يعني ما صار عندكم تشتيت. اهم شيء انه تحفظون الخطوات الاربعه بالتسلسل البدايه، ولو انا ما حكيتهم بالتسلسل بس مثل ما قلت لكم لان الاكزامينيشن طويل فخلينا وحده الاكزامينيشن والدايجنوسيس. بس اول شيء ايفالويشن، اخر شيء تريتمنت بلانك، احفظت التريتمنت بلانك احفظت الايفالويشن ذني البسيطات ان شاء الله، والاكزامينيشن هو راح نتعب به. اكزامينيشن عنده انترا اورالي اكسترا اورالي جنرال هذا اللي سولفنا به، وان شاء الله راح نكمل بالمحاضرات الجايه. ان شاء الله كانت بدايه موفقه وفهمتوا بهذه المحاضره، وان شاء الله راح يعني تستفادون من عندي من خلال المحاضرات الجايه، ونكمل ماده البيدو المرحله الخامسه وتتخرجون وتفاهميها وضابطيها، وكل التوفيق لكم جميعا ان شاء الله.